مالك يا كوريا؟ مش مظبوطة ليه؟ انت ما بقتش عايزني يا ابراهيم؟ ما بقتش عايزك ازاي؟ والله ما اعرفش. شوف انت ايه؟ خلاص؟ اللعبة البلاستيك اللي كنت شبطان فيها وعايز تمسكها بإيدك ادمت وبقيت عايز لعبة جديدة؟ زهقت ايه ولعبة ايه؟ أنا كبرت على الهبل ده يا أستا كوريا. أنت كبرت عليا أنا يا كبداكي. نفسيتك عليت وبقيت باصص لفوق. بقيت عايز لعبة أغلى وأكبر من اللي في إيدك. بقيت مسترخصني، راكني على الرف، تلاقي مرمية وقت ما عاوز أرجع لها تاني هتروح فين يعني؟ أنت مالك يا كوريا قلبها الشهد والدموع كده ليه؟ هو مين اللي لعبة في إيد مين؟ ده أنت ولا اللي ربطاني بحبل وماسكة آخره في إيدك يا كوريا، لا عارف أروح يمين ولا شمال، إيه اللي مضايقك؟ آه هي دي الفايدة بقى. تمام. زهقت مني يعني. ماشي. سبحان الله، مع ان زمان الحبل اللي بتتكلم عليه ده كنت بتتعايق بيه قدام العيال في الحارة. عيل جديد ولسه جاي الحارة من بلدهم، وخطبت كوريا. كوريا اللي محدش استجرى يرفع عينه فيها وبالله صباح الفل. بقول لك ايه يا كوريا، انا مش فايق للخناق ده، واحنا خارجين عشان نتخانق، بعد كده لما تقعدي نخرج عشان نتخانق قولي لي يا هيمة تعالى نخرج نتخانق. ماشي. حاضر يا هيمة. عموما انا خلاص دفعت الفلوس بتاعت سلومة اللي كانت معطلانة عن الجواز. وانت عارفني لا عايزه شبكه ولا مهر ولا فرح ولا حاجه تكلف نص جنيه فضل. انا عايزه اتجوز الشهر الجاي يا هيمه. امين. نتجوز يا كبدكي. نتجوز؟ نتجوز يا كوريا وانا بديك الساعه، بس مش على طول كده، ده موضوع طويل عريض ومحتاج ترتيبات وقصص ومواويل. لا ليه؟ لا ترتيبات ولا حوارات، انا سيدي راضيه. ها ولا لا؟ مالك يا كوريا؟ ايه القفش ده؟ انت عامله كده ليه؟ بقول لك ايه يا هيمه، لو مش هتنجز في حوار الجواز ده يبقى انا من طريق وانت من طريق. تمام؟ مات الكلام. هي حلوة وهادية وبتتكلم زي أي واحدة مثقفة، بصراحة مفيهاش عيب غير موضوع العباية ده، ودي سهلة ممكن تقلعها وتبقى تلبس أي حاجة تانية، بس هو اسم جمالات ده بصراحة مش راكب عليها. يا عم لو على اسم غير ولا المشكلة مش في الاسم، المشكلة في المنطقة. احنا ما ينفعش على بيه ابن عبد الحميد باشا اللي كان بيهز الداخلية يصوم يصوم ويفطر على بطن البقرة. ما تبقاش قوي كده برضه يا لولو. يا عم يعني احنا خدنا ايه من البنات الكلاس يعني؟ خدناش منهم غير وجع القلب والقرف. خلينا نجرب البنات ولاد البلد كده يمكن نرتاح معاهم. سيبك مني انا. انت عملت ايه في موضوعك؟ ظبطت الكلام مع المحامي ده ولا ايه؟ شغال. اسماعيل بيه بقى قرفني. كل شويه هسحب القضيه منك، هسحب القضيه منك. ما يسحبها يا عم يورينا هو الخبره ويقبض عليهم هو. بس انا برضه عامل اللي عليا وشغال. قفشت بنت مدمنه على علاقه بالواد المحامي، زقيتها عليه، وهي دي اللي هتجيب من الاخر. ده انتوا شغلكوا شغل رخيص. يا عم قلت لك خدني معاك في الانتخه اللي انتوا فيها دي، بقى بالذمه كل ده في قضيه واحده؟ طب تعالى معانا الاسم كده، هتلاقي لك هناك مثلا تلات قضايا قتل على 10 نصب على 15 سرقه، مش بعيد كمان 34 مخدرات. لا يا عم انا كده تمام، ربنا يبارك لك في اللي عندك. الا صحيح يا حبيبي. هي حكايه تجاره الافكار دي اللي شرحتها الجاسم حقيقيه؟ مفيش حاجه اسمها كده. طب والله العظيم انا صدقت وعجبتني. يا حبيبتي ما انت لازم تصدقي، عشان انت لو ما صدقتيش هو مش هيصدق. بس هو الراجل ده ايه؟ ده لسه ال 2 مليون يورو اللي خسرهم معاك ما بيردوش، وعرف ان انت مطلوب في مصر، ولسه بيتفق معاك تاني لو رجع لليونان هتشتغلوا مع بعض. يا حبيبتي هو مش راجل عبيط، هو انسان عادي، انا اللي انسان مش عادي، عشان كده انا لازم اكسب هو لازم يخسر. بس انا لسه برضو ما فهمتش، انت عملت ايه بالظبط؟ انا هفهمك عشان اكسب فيكي ثواب. طيب قول. انا اشتريت شحنه سكر ب 3 مليون يورو. قمت رايح بايعها للشيخ قاسم ب 2 مليون يورو بالشحن والنقل. هو طبعا افتكر وضربني على قفايا. قمت رايح لشركه تامين مأمن على الشحنه بنفس ثمنها الحقيقي 3 مليون يورو. قامت المركب محمله وماشيه في الميه لغايه ما وصلت للمياه الدوليه. قامت جايه مركب ثانيه تبعنا، شلنا السكر من هنا حطيناه هنا، وقمنا مرجعينه لاصحابه. واخدين منهم كام؟ 2.5 مليون يورو بدل 3، وقلنا ان السكر غرق. طب وبعدين؟ ما هو المركب اللي شالت السكر ما غرقتش ولسه موجود. ما احنا قبجنا الراجل صاحب المركب ده بنص مليون يورو، فقال ايه بقى؟ قال ان المركب كانت معرضه للغرق، فاضطر يرمي السكر في الميه عشان المركب ما تغرقش. يا ابني ايه؟ خدي عندك بقى. قلنا مسكين علب السكر الفاضيه ورميناها في الميه. وقلنا اللي مش هيصدق يشرب من البحر هيلاقيها مسكره. يا
يا لهوي عليك يا مروان، يعني انت اخدت 2 مليون يورو من عند جاسم ومن التأمين 3 مليون يورو ودفعت بس نص مليون لصاحب السكر ونص مليون لصاحب المركب. يعني انت طلعت من الموضوع ده كله ب 4 مليون يورو مقفولين بالاستك. الحمد لله ان انا معاك مش ضدك، ولا كنت ضحكت عليا، بس انت حبيبي وجايب لي خاتم بمليون يورو ملوش مثيل في العالم ده كله. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك يا حبيبتي. انت مش تستاهلي خاتم بس، انت تستاهلي المظات الدنيا بحالها. انت ورق العنب ولا انت يا نسبة نوال؟ قومي فزي. في يا راجل انت ما تصطبح الصبح، انت مفتح عينك تتشاكل؟ هو انا نمت ولا عرفت انام؟ انا طول الليل قاعده اقلبها بدماغي. الست اللي تنام في فرش الجثه وتقلب عليه الاغراب وتبتي السر وما بينهم ما تبقاش مراته وما تستاهلش العيش معاه. يا دي النهار الازرق من اوله. مالك يا سلومه؟ سر ايه واغراب ايه؟ انت اتهبلت يا راجل انت؟ انا اتهبلت زمان لما اتجوزت وطنشت على كل اللي بتعمليه. اقول معلش وليه غلبانه؟ ربنا حرمها من الخلفة ما يبقاش انت والزمن عليها. لكن لما توصل بيك الحال انك تلفش على العمارة كلها وتقولي للسكان ان المعلم سلومة صرف فلوسكم كده، تبقى انت مارة ناقصة. وعلى رأي المثل بناقص الناقص. انا مالي؟ انا ما قلتش حاجة. لا قلتي، انت عارفة كل حاجة. ايوة قلت. هو انت لسه شفت حاجة؟ دي نغزة صغيرة كده بس، ولو ما كتبتليش البيت ولا حتى نصه انا حوريك ايام اسود من نيتك السودا. ايام ايه وليالي ايه؟ بنت خلاص ملكيش عيش معايا. الراجل يا ولية يستحمل الولية النكدية، الولية الكدابة، الولية اللي ايديها مخرومة، لكن الولية لمؤاخذة الخاينة ما يستحملهاش. ده انا يا اخويا اللي مستحملك على عيبك وانت عارفه كويس. يعني تحمد وتشكر مش تقولي تستحمل وما تستحملش. على العموم انا هعمل بأصل معك، انا مش هكرش كده قدام الناس ولا ما شويش. لا سكت كده لم حاجتك يا بنت الناس، لكن بالليل ملاقيش وكل اللي ليك عندي بشرع ربنا هديهولك على دير المليل. يا اخويا روح اتنيل، هو انت فيك غير لسان؟ جاتك الهم والفقر والغم، جاتك 60 نصيبة. يا ولا لا حاس الشندوتش يا ولا، بتغرقوا ليه؟ هو انت اللي هتاكله؟ ياما المكسب حلو اهو، ليه بس الافتراء؟ الافتراء اللي انت بتعمله ده هو الله. الشندوتش الكبدة فيه مبزبزة هتفط منه، حرام عليك. اعمل لي شندوتشين عشان انا جعانة كده هو طالعة على لحم بطني. يعني صباح الفل يا سوك. صباح العسل يا احلى كوريا، من ورانا ست الكل. شكلك غزلتك رايق والله. شاردة وعمالة ادور عليها. خيب على الرجالة. مالك يا بنتي يا كوريا؟ وشك اصفر كده ليه وعامل زي اسهال العياه؟ البيت راضي عليك ولا ايه؟ ولا راضي ولا حاجة يا كوريا، عمالة تمرجحني، شوية تطلعني فوق وشوية تنزلني لسابع ارض، بس الحمد لله لسه متعلق وما وقعتش. قلتم على وشي. بقولك ايه يا سوق، البت هاجر دي بت نظيفه وشبهك، امسك فيها بايديك واسنان. متبت فيها لغايه ما دراعي اتخدلت واسناني قربت تقع. يا سلام، انا همشي عشان انا بطني اتنفخت. هات يا ولد السندوتشات يا ولد. خد يا ولد. الحساب فين؟ حساب ايه يا اخويا؟ الحساب يوم الحساب. هات يا ولد. اتفضلي. اعمل لي يا ابني سندوتشين، انا ما اكلتش من امبارح على لحم بطني. عينيا عينيا احلى كوريا. مالك يا اسطى في ايه؟ والواد ايه ما مخبي اليومين دول يا سوق؟ ايه ولا مخبي ولا حاجه، هو بس ما بيجيش على العربيه عشان انت عارفه يعني بقى يتخني. يعني ده انت غلبان يا سوق، بيبان عليك ما بتعرفش تجدي. في ايه بس يا اسطى؟ ايه ما لايف على واحده جديده يا سوق؟ اقول لك حاجه؟ طب 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 والنعمه دي وحياه رب انا مش عارف. ماشي صادق يا سوق، بس برضك انت مخبي عليا حاجه وانا مش هدوس عليك عشان عارفه انك مش هتقض في صح. سلام. كوريا والسندوتشات. انت بقيتي شطوره قوي يا سندوستي، وانا بفكر من الشهر اللي جاي اعمل لك مرتب عشان انت بتتعبي معايا قوي. يا ريت يا اختي يا ريت، خليه مرتب كبير زي بتاع الحكومه. حاضر. تعرفي بقى انا اخلي لك المطرح ده يرقص راس كده. طب بصي يا حبيبتي، انا هشغل لك فيلم دلوقتي على الايباد، هدوس لك بس بلاي وتقعدي تتفرجي. هيرد عليا؟ يرد. ادوس في نومه كده هنا اهو. في ايه؟ مالك عامله كده ليه؟
هو انت لو مقلقه في حاجه ناحيه خطيبك ولا جوزك بس مش عارفه تمسكيها في ايدك تعملي ايه؟ مقلقه يعني ايه؟ الواد هيما ده انا عجناه وخبزاه وقرياه اكتر من امه اللي خلفته وماتت، والواد في وراه حوار كبير اليومين دول، شكله عايز يبيعني، عايز يفلفص ويخلع. يخلع؟ ما يخلع في 60 داهيه، هو ده يتزعل عليه؟ انا مش فاهمه طايقاه ازاي اصلا. يو ما تحترمي نفسك يا بنت وتكلمي عادل، ده مهما كان برضك خطيبي وبيبقى في يوم من الايام جوزي وابو عيال. وفرحانه قوي خطيبي وجوزي وابو عيالي، هو ده منظره منظر جوز وابو عيال؟ ده فالجر بس. بقول لك ايه؟ ما تخليش الفار يلعب في عيب اكتر ما هو لاعب. سيبك يا اختي من الخرط اللي بتقوليه ده وركزي معايا. مش انت يا اختي المتنوره المتعلمه بتاعت المدارس والجامعات؟ قولي لي بيقولوا ايه في الكتب الكبيره لما البت من دول خطيبها يبقى هيشرد منها؟ بتعمل ايه؟ بترجعه ازاي؟ اللي زي ابراهيم الكتب تعلمك ازاي تهربي منه مش ازاي ترجعيه. تصدقي بالله انا غلطانه اني استعنتك واستعبرتك وجيت لك لغايه عندك عشان اسالك وادخلك في خصوصياتي. صحيح ما انا بسأل